شكرا سي بحري، وكنشكر من هذا المنبر بعدا اولا القناه ديالكم كينيترا 36 على هذه الاستضافه وعلى هذه الالتفاته اللي مولات المواكبه ديالها لهذا المرضى، بالخصوص لهذه الشريحه من المرضى اللي هما مرضى السكري ومرضى القصور الكلوي. فعلا كانت مبرمجه بالنسبه للمرضى القصور الكلوي ومرضى السكري اليوم الخميس وقفه احتجاجيه ابتداء من الساعه الخامسه في ساحه النافوره بالقنيطره، فتم الالغاء ديالها مباشره بعد اللقاء اللي تم الامس في بالمقر الكتابه العامه للولايه للعمالات القنيطره مع السيد الكاتب العام والسيد باشا مدينه القنيطره والسيد رئيس المصلحه الداخليه ديال لاديرجي. فجلسنا فعلا وتمت المناقشه ديال جميع المشاكل اللي هي المشاكل اللي هي كتخبطوا فيها المرضى ديال القصور الكلوي وديال السكري، وحاولنا ما امكن اننا نوصلوا لبعض الحلول اللي هي ممكنه آنيا اللي قدرت نوصلوا لها، من بينها اننا نخدموا يدا في يد ونشتغلوا جميع بغض النظر على المشاكل اللي كيطرحها المندوب وزاره الصحه. فلان المشاكل كلها مطروحه من طرف وزاره الصحه، من طرف مندوب وزاره الصحه، هي هو اللي داير العصافرة وهذا كما كيقولوا، وهو اللي خلق المشاكل كلها لهاد المرضى هادو، وماشي غير خلقها، وانما هو الهدف ديالو هو يمحي الجمعيات من الوجود، الجمعيتين بجوج، لا القصور الكلوي ولا السكري، وهدف حد ذاته هدف اللي هو خدام عليه تقريبا منذ سنه 2010 لحد الساعه 7 سنين، والحمد لله مازال ما وصلوش الله لذاك الشيء اللي بغى. الجمعيات مازال مستمرات بجوج بهم، لانه كان هو كنقول هذا الكلام هذا لانه كان واحد الوقت عيط السي دريس الراضي، كنا درناه كرئيس شرفي عندنا في الجمعيه، ومني شافو دخل عيط له وقال له ودي هذيك الجمعيه دخلتي فيها احنا رحنا بغينا نحيدوها سورتو بالخصوص جمعيه القصور الكلوي. فهنا بانت النيه ديالته، ومن ذاك الوقت هو كيحارب الجمعيتين بجوج في شخص عبد ربي من اجل باش يمحيهم من الوجود، ولكن الله سبحانه وتعالى كريم وكبير، ففوق كل ظالم يعني ما غاديش ينصر الظلم، وهو انسان بغى يظلم هاد الناس هادو. حنا ما كنديروش شي حاجه، ما كنديروا الا الخير، ما نكذب عليك كذاب يقول لك راه حنا كنديروا شي حاجه اللي هي خارجه على الاطار القانوني ولا شي حاجه، واخا عياوا لصقوا فينا التهم اللي كشفاره كفاعل، حنا فاعلين جمعويين اللي كنديروا الخير لا اقل ولا اكثر مع هاد الناس هادو، وهاد الناس هادو اللي يكون لقاو فينا شويه ديال 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 الفج ولا شويه ديال 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 الدغل كما كيقولوا، غادي الكره وهادي شحال سمحوا فينا وخرجوا معنا ودخلوا معنا للمحاكم ودخلوا فينا سميتو. وبالتالي فحنا مجرد فاعلين خير منذ سنه 2005 وحنا كنديروا هذه المساله هذه، كنشتغلوا مع هاد المرضى هادو لا بالنسبه للسكري ولا القصور الكلوي. مع الاسف مندوب وزاره الصحه عنده اليد الطوله ديال انه في القطاع، انه استطاع انه يعرقل المسار ديال الجمعيتين بطريقه او باخرى، اللي هي بحال بالنسبه للسكري اللي تناقشنا فيها حتى هي البارح كيفاش نخرجوا على الارض الوجود مضاعفات داء السكري، لان ماشي مشكل عندنا مريض السكري وانما المضاعفات ديال داء السكري. كما كنعرفوا السكري مرض صامت، وما غادي نتكلمنا على مرض السكري الا ما جيناش نواكبوا ذاك المريض انه كيفاش يمشي يعرف كيفاش يحد من المضاعفات ديالو، انه ما يدوش للدياليز وما يدوش للمرضى القصور الدياليز وما يدوش للعينين ديالو ما يفقدهمش وما يقطعش رجليه ولا معاق، يعني هادو ما عرفناش كيفاش نتعاملوا معاه، فسهل دغيا انه مرضى السكري مريض السكري يولي يدوزنا الاعاقات وغادي نسميه. فاحنا درنا مشروع في 2007 في 2006 في هذا الباب هذا، وحطينا المشكله والطامه الكبرى واتحدى كل واحد انه المشروع جابوا له، لان مني بنيناه وجد المشروع وكملنا الفينيسيون، جا الماتيريال تحط تحطات لاباراي ديال لوفطالمو ديال العينين من احدث لاباراي تحطات من طرف وزاره الصحه طارت، تحط الكارديولوج تحط تخطيط القلب تحط طار، لاباراي ديال الهيموغلوبين غليكي باقيه هذيك ماشي مشكل، حطينا واحد الطبله شريتها انا شخصيا وحطيتها طارت، ويعني لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. السونتر خلى المقرات ديال الاطباء ديالو، راه مولاي الحسن راه واضح تما، وانا كنتحدى شي واحد يجي معنا في اي وقت بغاو يجي ونشوفوا المحلات اللي كانوا فيهم الاطباء والفراملية خاويين، وداز المقر الجمعيه احتلوا
احتلوا بهذا المفهوم هذا وخلاه وسد على الجمعيه كيتسنانا ندور فوضى جنا العون القضائي وجنا وكتبنا وصححنا لنا ودعانا في الابتداء دعانا باش الافراغ على المقر اللي بنيناه في منذ سنه 1993 هذا المندوب وزاره الصحه دعانا باش نخرجوا لها حياه ابتدائيه حكمات لصالحنا واستانف وحكمات المحكمات الاستئناف لصالح الجمعيه وفين غادي نزيدين بهذا السيد واش حنا دابا غادي نخدموا مع الناس ولا غنقابلوا المندوب ديرنا على صفر ويضا هنا السي حنا غادي نقاطعك يعني الاجتماع اللي كان امس اللي تحدثتي عليه يعني تم الاستجابه لبعض المطالب يمكن لك تحدث لنا عليها فعلا تكلمنا على السكري بطبيعه الحال باش نبرمجوه ولكن اللي هو جميل في الامر واللي هو خلانا اننا نلغيو الوقفه ونشدوا بصراحه بحراره على يد السيد عامل صاحب الجلاله على الموقف اللي خداه هما انه حط اليوم اللي كانت الوقفه فكنزل بالضبط ربز النور نزل بعض ديزاباري ديال الدياليز في اطار ديال تجديد 8 ديال الالات اللي هما متوقفين على العمل ديال فريزيونيس اللي التجديد ديالهم فحطوا اربعه وغدا ان شاء الله الجمعه غادي يزيدوا الخمسه فهذه خمسه كان وعدهم بهم العامل من بعد الوقفه اللي كنا درنا الاربعه الخميس كان مشى هو شخصيا مشى لزياره وقال لهم راه غادي نجيب لكم خمسه ديزاباري ففعلا فهو كان عند قد المسؤوليه ديالته قد فمه كما يقول فعلا نزل اليوم ال 26 جابوا اربعه الالات وغدا ان شاء الله غيجيبوا الخمسه خمسه ديال الالات هادو ملي غادي يخدموا حنا هذا هو الهدف ديالنا ملي غادي تبرونشاو خاصنا الاسبوع الماجي ان شاء الله الرحمن الرحيم يدخلوا 25 مريض يستفيد من هذا القصور الكلوي بحكم اننا كنسدوا الاربعه في العشيه والخمس السبت العشيه اما الى وصلنا اننا نحلوا الاربعه في العشيه والسبت العشيه نديروا حصتين في نهار الاربعاء في الصباح الاربعاء جوج الحصص فغادي نوصلوا ل 30 مريض ولكن احنا غنبقاو غاديين بالسيستم اللي غاديين به دابا هما باش كيشتغلوا ما نمشيوش لعند الديروغاسيون ديال البيرسونيل ونتكلموا على اننا غنتكلموا غير على جوج الاثنين جوج الحصات الثلاث جوج الحصات والاربع حصه الخميس جوج الحصات الجمعه جوج الحصات والسبت حصه وغنتكلموا على 25 مريض جوج الحصات خمسه الالات كدير الحصه كل مريض كيدخلوا فيها خمسه الحصه الاولى خمسه الحصه الثانيه هي 10 في النهار الاثنين 10 في النهار الثلاث وخمسه في نهار الاربعاء هي 25 مريض خاصها تدخل ابتداء من الاسبوع المقبل هذه الا كان فعلا كانت النيه ديال المندوب لانه هو كيقول عنده الالات خاسرين واخا حنا ما كنقولوش داك الشيء ما بغيناش ندخلوا في التقنيك نقولوا سيدي نمشيو معاه في النيه ديالته انه ها الالات ولكن واش حط الكونسومر ولا ما حطوش واش غيدخل عاوتاني المرضى ولا ما غيدخلهمش كان عندنا مطالب اخرى ديال حاله الانتظار خاصها تتعلق واش هاد المرضى اللي غادي يمشي ودابا اللي غادي هاد 25 مريض واش غادي يهزوني فعلا بالترتيب ديالهم ولا غادي تولي عاوتاني باك صاحبي ولا غتدخل المحسوبيه والزبونيه والرشوه والمسائل حنا وهذا الشيء كاين واتحدى شي واحد يقول ما كاينش كاين وداخلين ليه بالجدوره ديالته عندنا ولكن مع الاسف الناس باقا كتخاف عندنا ما كيقدروش كيجيو كيصرحوا لنا باللي راه كان راه عطينا الرشوه وكيمشيو كيخرجوا عينيهم كيردوا الرشوه من عند دوك الناس كيردوها لان ملي كنوصلوا كنوعيهم كنقول ما تعطيش راه اللي كاين هذيك كيمشي كيرد دابا اللي غفلوه ولا بصيرتو بالناس ديال الباديه اللي غفلوه قنتو راه غيديو منه فلوس هذا ما غاديش نقولوا ما عندنا لا ما عندنا ما نديروا ليه المهم هو يستافد يتعتق من الموت ديالو السي حنا كان مرض القصور الكنوي ثم عنده يعني مهانات كبيره خصوصا بالنسبه للتنقل يعني انت تنتقلوا لمدينه الدار البيضاء فتصدد انتم يعني كان عندكم يعني مشروع من اجل يعني توفير حافله لنقل هذا المرضى هذا فين وصل هذا المشروع؟ اودي انا بصراحه انا راه تقريبا هذه عام ونص تقريبا اذا ما قلناش عامين باش رجعت شويه للور ما بقيتش كاع بغيت نخدم من وقع المشكل كنت حتى صافي بغيت نهبط يدي من جهه مرضى القصور الكنوي ولكن بحكم بقات الجمعيه بقيت رئيس الجمعيه ملي بداو كيتصلوا بيا الناس وكيجيو كيبكيو بصراحه وصلت لواحد الدرجه ما غاديش نقولوا كارثيه بمعنى الكلمه كيفاش انه يعقل انه الناس ديال الغرب كيمشيو حتى للدار البيضاء عندنا اكثر من 15 واحد كتمشي حتى للدار البيضاء كتنقل جوج مرات في الاسبوع باش دير الدياليز في جمعيه الامل في الدار البيضاء بمقابل 100 درهم لان ما قادرش بالتكلفه ديالته يعطيك اكثر ما يعطي يدير الدياليز هنا في الغرب فاقل ما يمكن هو اننا نوفر له واحد الوسيله نقل باش يمشي بها من الدار من قنيطره حتى للدار البيضاء ويرجع على الاقل نوفر له هذه الوسيله هذه
فعلا حطينا درنا واحد الدوسي مصاوب كله تقني بما فيه فيه الورقه ديال باش كيدير الحصه باش كيخلصها ب 100 درهم ديال كل مريض، وفيه لاكارت ناسيونال ديالته، وفيه شهاده طبيه باللي راه كيدير مسلمه له من طرف الدار البيضاء وهو ساكن في القنيطره. وفي واحد القنيطره كاين اللي ساكن في سيدي سليمان وكاين اللي ساكن في بن منصور، يعني كيزيد واحد 30 كيلومتر اخرى ولا 40 كيلومتر اخرى عاد كيوصل القنيطره. يعني هذه كلها حطينا صوبنا دوسي وحطيناه للعماله باش من اجل الحصول على وسيله نقل. ولما لا بطبيعه الحال كاين عندنا احنا المشكل الاساسي هو ان المندوب بطبيعه الحال المندوب ما عمرو غيسني معنا احنا باش يدوز لنا المبادره الوطنيه للتنميه البشريه. دوز لنا احنا اقترحنا اننا هذا المندوب هذا نحاو كاع ما نبقاو كاع ما عندنا به غرض، ما كاينش غير هو، لان قبل ما كناش كنخدموا بالمبادره الوطنيه للتنميه البشريه نرجعوا للعمل الخيري للعمل المحسنين. فعلا اقترحنا دابا اننا مع البارح في الاجتماع اننا غادي نشوفوا المحسنين طبيعه بالطبع بتدخل من السلطه الكاتب العام السيد الباشا ولا السيد ديال الدياجي، بحكم انهم كيعرفونا معرفه شخصيه، كيعرفونا واش حنا شفاره ولا ماشي شفاره. الا كنا شفاره ما يديروش يديهم في يدينا، الا ما كناش شفاره فاحنا لا نتكلم على مصالحنا وانما كنتكلموا على واحد الشريحه من الناس، على واحد المرضى كيعانيوا وفي صمت كيعانيوا معاناه اللي هي معاناه قاتله وفي صمت من اجل باش يمشي يتعتق باش يتعتق في من 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 الموت. ما يمكنش غادي نبقاو كلنا مهبطين يدينا وكنشوفوا فيهم وهما الناس مساكن كيمشيو يومي جوج مرات في الاسبوع، كيفاش هذا المريض ديال المرضى القصور الكلوي ديال الدياليز اللي غادي يجي من المناصره ولا من بن منصور وغادي تربح 40 كيلومتر حتى للقنيطره ويشد عاوتاني التران 150 كيلومتر حتى للدار البيضاء باش يدير الدياليز، هو ضرب 190 كيلومتر ومشي يدير الدياليز ويرجع نفس السيركوي 190 كيلومتر عاد يمشي كادي ولا غادي يولي سميتو حتى المركز عاد كيرجعوا كيكملوا. قال لك صحيح كينزلوا كيديني انا باش كنمشي ندير الدياليز حتى كوصلني للمركز ديال